واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع المساعدات الإغاثية والتي شملت الطرود الغذائية والخيام وكسوة الشتاء على أهالي قطاع غزة ضمن عملية الفرس الشام ثلاثة الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين وقامت الهيئة بتفعيل المطابخ الخيرية لتقديم الوجبات المجانية للنازحين من قطاع غزة حيث بلغ اجمالي المستفيدين مئه الف وسبعمائة واربعين فردا في محافظات رفح وخان يونس والوسطى